السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مولع مولع إقبال غير تاريخي، خبر إن عبد الله السعيد في نادي الزمالك، أحداث كبيرة جدا. عبد الله السعيد في الزمالك بنسبة 90%، بنسبة كبيرة، معلومة غير مؤكدة بالنسبة لنا، ولكن أحداث سريعة ومتلاحقة جدا. أحداث متلاحقة فعلا. احنا قلناها في الكواليس، الاهلي النهارده مبروك الفوز ببطوله الدوري، لكن في عز هذه الفرحه الودان والعقول والعيون كلها رايحه ايه اللي بيحصل مع عبد الله السعيد، ورايح هيفضل في الاهلي، وقدر الاهلي انه يغريه انه يقعد، ولا عبد الله السعيد حسم امره واتجه لنادي الزمالك، وكل الشواهد والدلائل والناس كلها بتقول عبد الله السعيد اتنقل لنادي الزمالك. طريقة الإعلان هتبقى الأسبوع الجاي، لكن الموضوع لحد دلوقتي في نقط غامضة جدا. طبعا مع سيف هنعيش معاك، تقعد الأسبوع الجاي ده كله وتتكلم في الكواليس. حتى في صفقة القرن لم يمتلك مرتضى منصور شجاعة إعلان توقيع عبد الله السعيد لنادي الزمالك. خد المفاجأة، خد الحكاية، خد الرواية. مرتضى منصور تم التوقيع مع عبد الله السعيد عن طريق إسماعيل يوسف، أحمد مرتضى، أمير مرتضى. الثلاثة كانوا في توقيع عبد الله السعيد، والفلوس 40 مليون جنيه مقدم، مش اللاعب النيجيري نجم تشيلسي، لكن هو خايف دلوقتي من غضب جماهير النادي الاهلي. خدوا اللي انا بقول لكم عليه ده على محمل الجد، مش هزار، وهذه معلومات. والنادي الاهلي ما زال يبذل محاولات للاحتفاظ باللعيبه. في كلام كبير جدا عن ان المساله بعيده، في كلام على ان الدنيا مش قريبه، لكن في كل الاحوال لا زالت المحاولات جاريه. وانا قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده ان في رجال اعمال تدخلوا، وفي رجال اعمال تدخلوا بالفعل ولا زالوا يتدخلوا. لو حد نجح من بره انه يقنع عبد الله السعيد واحمد فتحي بالتجديد بشروط النادي الاهلي، ده موضوع. ما حدش نجح ان هو يقنعهم، ده موضوع تاني. لكن المؤكد ان عبد الله السعيد وقع لنادي الزمالك، ومرتضى منصور يتخوف من اعلان الصفقه خشيه غضب جماهير النادي الاهلي. الحل الان، هل يحترف عبد الله السعيد في احد الدوريات العربيه؟ عبد الله السعيد لما قعد مع كابتن زيزو وكابتن علاء عبد الصادق وطلب رقم خيالي، بالتحديد 27 مليون جنيه خالصه الضرائب. وانا قلت لكم قبل كده 27 مليون جنيه خالصه الضرائب، ماشي، 27 مليون جنيه خالصه الضرائب، ورفض النادي الاهلي هذا المبدا. تدخل رجال اعمال، قال لي احد المسؤولين في النادي الاهلي بنحاول، لكن المحاولات ان اللعيبه تنزل بالسقف او يتم ارضائهم من بره. لا وقعوا نادي الزمالك، ما وقعوش النادي الاهلي. عبد الله السعيد تحديدا وقع لنادي الزمالك. اؤكد مره اخرى أن أحد أصدقاء مرتضى منصور المقربين، والتي تثق فيه جماهير النادي الزمالك، وكان عضوا في مجلس إدارة ممدوح عباس، وشخصية محبوبة، قال لنا شخصيا أن أمير مرتضى بيفرج زمايله على صور توقيع عبد الله السعيد. خلي بالك، في نجم الجماهير نشرنا منذ عدة أسابيع عن خروج شنط في ساعة متأخرة من الليل في عربية نص نقل. يبدو ان هذه شنط ال 40 مليون اللي هي كانت راحه لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد حتى الان لا يمتلك عرض عربي. عبد الله السعيد وقع لنادي الزمالك، اعترف بده نجوم في نادي الزمالك، اعترف بده شخصيات اسماعيل يوسف وامير مرتضى واحمد مرتضى لبعض الاصدقاء المقربين، وقالوا لي الكلام ده. لكن النهارده المفاجاه ليا ان مرتضى ما قالش الاسم مع احمد موسى. ما قالش الاسم ليه مع احمد موسى؟ قال تعبير عفوي غريب جدا. قال لك يعني انا اللي اعلن والجمهور يولع فيا؟ خلي بالكم، اللي هو مع عدل القيعي. اذا هو خايف من غضب جماهير النادي الاهلي. انا رايي زي ما قلت قبل كده ان انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك ده امر هيبقى عادي جدا 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 جدا، ويفتح الباب قدام النادي الاهلي ان هو يتفاوض مع اي لعيب في نادي الزمالك، ونتعامل بشكل احترافي الى ان نصل لا قدر الله لان النادي ده يوافق للنادي ده على لعيب. ده عمرها ما تحصل طبعا، لان عمرها ما شفنا ده مع ريال وبرشلونه مثلا، لكن اي حد عندهم بيروح بره. لكن اللي طلبوا ايه بقى النادي الاهلي من عبد الله السعيد؟ خد المفاجاه ديت، ان مسؤولين بارزين في النادي الاهلي طلبوا من عبد الله السعيد عدم اللعب للزمالك. نقول مره ثانيه،
مسؤولين بارزين في النادي الاهلي طلبوا من عبد الله السعيد عدم اللعب في الزمالك، وده سر البيان اللي طلع اللي بيقول اللي النادي الاهلي فيه حي عبد الله السعيد واحمد فتحي، وان هم يعني قدموا للنادي الاهلي الكثير، وان النادي الاهلي سوف يكرمهما في حال عدم التجديد له. وهذا يتعارض مع البيان القديم الاول اللي كان في شهر يناير قبل اسبوع من نهايته، لما الكابتن محمود الخطيب قال في بيان لي وزعوا المركز الاعلامي على كل الناس ان على عبد الله السعيد واحمد فتحي تحديد موقفهما من التجديد للنادي الاهلي من عدمه. اللعبه الان تتم من خلال تدخل، خد اللي بقوله ده معلومات وهوت نيوز في مكالمه مع احد مسؤولي النادي الاهلي قبل قليل، ان تركي الشيخ الرئيس العام لاتحاد شباب الرياضه بالمملكه العربيه السعوديه يشجع انديه سعوديه على التعاقد مع عبد الله السعيد احمد فتحي حتى لا ينتقل عبد الله السعيد تحديدا الى نادي الزمالك. والعرض قد يكون مغري لعبد الله السعيد، وعبد الله السعيد لم يوقع على الاربع نسخ، لكن وقع على ايصال استلام المبلغ. نعيد مره ثانيه، من نادي الزمالك. لو ده وارد ان نادي الزمالك عبد الله السعيد يخلع من الزمالك للخليج، لكن حتى الان عبد الله السعيد موقع لنادي الزمالك. عبد الله السعيد سوف يتهرب من اللعب في المباريات المقبله خشيه الغضب الجماهيري وخشيه الاصابه ايضا، وهو في حاله نفسيه سيئه منذ مباراه مونانا وعدم تعامل الجماهير معاه بشكل جيد، فبالتالي ان هو غالبا سوف يرحل عن نادي الاهلي. الى حتى الان هو موقع نادي الزمالك، لكن اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش ما يصدقش. انا بقول لكم معلومات، عبد الله السعيد وقع لنادي الزمالك، وانا مش اللي انفرد بالخبر ده، انا تاكدت من الخبر ده وتاكدت من قعدته مع كابتن زيزو وكابتن علاء عبد الصادق ان عبد الله طلب 27 مليون جنيه من النادي الاهلي، وان احمد فتحي طلب 17 صافي الضرائب، وان الاهلي عرض 10 ثم عرض 3 اعلانات، ثم جه حد تاني فقالوا 15 لعبد الله السعيد، لكن عبد الله السعيد وقتها قال 18، وبعد ما قبض فلوس نادي الزمالك رجع قال لك 27 مليون جنيه. فعبد الله وقع لنادي الزمالك بشكل رسمي، عبد الله حصل على مقدم التعاقد من نادي الزمالك، عبد الله الان مسؤولي النادي الاهلي طلبوا منه ان هو يحترف خارج مصر، مسؤولي النادي الاهلي طلبوا من تركي الشيخ البحث عن عرض قوي لعبد الله السعيد للعب في الدوري السعودي بدلا من الانتقال للزمالك، لان ده هيعد خبطه موجعه ومؤلمه لمجلس اداره النادي الاهلي، وان مرتضى منصور هيلف بيهم الدنيا بحالها لو خد عبد الله السعيد، وتبقى ضربه موجعه ليهم، لان الاهلي اعتاد للتفوق في الصفقات. اما عبد الله السعيد واحمد فتحي انتقالهم لنادي الزمالك هيبقى خبطه كبيره جدا. وزمان قالوا اللي شبكنا يخلصنا، واللي شبك النادي الاهلي في هذه الاسعار المبالغ فيها هو تركي الشيخ، حينما دفع في صفقه انتقال صلاح محسن 35 او 38 مليون، ده عمل غضب بين اللاعبين. عبد الله السعيد نجم كبير، احمد فتحي نجم كبير، لكن الارقام اللي طالبينها ارقام خياليه لا تعقل لا تصدق. انت بتاخد ده في الموسم وحدك بدون النادي بدون النادي بدون النادي، فبالتالي اللي انا بقوله ده معلومات مؤكده. ولا زال الحاجه الوحيده احد كبار رجال الاعمال بالنادي الاهلي عضو مجلس اداره سابق عقد اجتماع مع كابتن خطيب بحضور كابتن حسن حمدي، وعرض عليه ان هم اللعيبه تعمل لاحدى شركات اعلان بمبلغ طرديه للعيبه، الفكره ان حتى قيمه الاعلان ما تقربش اللعيبه من اللي هم من طلباتهم الماليه، فبالتالي كابتن الخطيب رفض الفكره دي، وبالتالي بات دلوقتي عبد الله السعيد اقرب الى نادي الزمالك رسميا ما لم يتراجع في اللعب لنادي الزمالك وينتقل الى نادي عربي، وما لم يتراجع مرتضى ايضا، لان مرتضى خايف من فكره ان غضب جماهير النادي الاهلي، لكن حتى الان عبد الله السعيد في نادي الزمالك، عبد الله السعيد في نادي الزمالك، ووقع لنادي الزمالك ولم يوقع للنادي الاهلي، ويمكنه التراجع عن التوقيع لنادي الزمالك بالانتقال الى اي نادي اخر، لانه لم يوقع على نسخ الاربع عقود كامله. انا قلت لكم اللي عندي، اي سؤال انا تحت امركم، دي المعلومات المؤكده
في هذا الموضوع الساخن جدا جدا جدا. الاصل في الموضوع ده يا جماعه عشان نبقى احنا كلنا عارفين، هو رفض كابتن حسام البدري اعاره الثنائي في الانتقالات الشتويه الماضيه، وكانوا هم طالبين بس ان هم يعاروا ويجددوا للنادي الاهلي قبل ما يمشي، فلما النادي الاهلي رفض هم نشفوا دماغهم. الفكره برضو انت في عصر الاحتراف، هم عملوا كده وانت ده حقه، وفي نفس الوقت عمر النادي الاهلي ما بيقف على لعيب، والنادي الاهلي منظومه. النادي اخبارك زي الفل يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن احمد. هل وقع معك عبد الله السعيد؟ لا يا كابتن. طيب الكلام اللي جالي على لسانك انك اكدت لبعض من الناس على لسانك انت، وقال لي انا شخصيا انه سيد مرعي اقسم باغلظ الايمان انه عبد الله السعيد انهى تعاقده مع نادي الزمالك، وحضرتك كنت الوكيل بتاع الامر. بص يا كابتن، انت طول عمرك معودني لما كلمتني في موضوع ايمن حفني كنت صريح معاك وقلت لك وقع في الاهلي، ولما حضرتك كلمتني قبل الزمالك ولما قلت لي انا ما اقدرش معاك انت بالذات يا كابتن ان انا اقول حاجه غلط. تمام. انا ما شفتش عبد الله السعيد من اكتر من 4 سنين. تمام. انا فوجئت بالخبر دلوقتي، انا مش متابع السوشيال ميديا والحاجات دي، حضرتك عارف يعني عارف ان انا من ولادك يعني. فانا ما اعرفش الخبر ده يعني جه ازاي، او ان مصدر حد من اقرب المقربين ليك ليا انا شخصيا قالوا لي انه من اكتر من واحد قالوا لي ان سيد مرعي اقسم باغلظ الايمان انه انهى صفقه عبد الله السعيد، وان عبد الله السعيد وقع للزمالك مقابل 20 مليون جنيه في السنه، وانه مستنيين كام يوم كده حتى يتم الاعلان عن هذه الصفقه. والله كابتن انا طبعا ده شرف ليا ان انا بكلمك، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا ما شفتش عبد الله من 4 سنين. يعني انا ما شفتش عبد الله، ماليش علاقه حتى شخصيه دي. تمام. ومش من ال مش من ال حتى انا اتضايقت جدا من ال من الخبر اللي نزل على على ال على احدى المواقع يعني، فانا كلمت الشخص نفسه قلت له لو سمحت انت بتحط اسمي قدام النادي الاهلي وقدام نادي الزمالك، انا ماليش علاقه بعبد الله اصلا، مش علاقه بالموضوع، ماليش علاقه اصلا لان انا مش وكيله. تمام. والولد حتى يعني حتى ما يعني حتى ما يعني انا اعرف انه ماضي تقريبا لشيحة او لتامر النحاس، يعني انا حتى ماليش علاقة بالموضوع، ولو ليه علاقة او لو في الموضوع حاجة اول واحد كنت ارفع سماعة التليفون واكلمه كابتن احمد شوبير. نعم. اذا انت تنفي جملة وتفصيلا اي علاقة ليك بعبد الله السعيد، وانه لم يوقع على عقد نادي الزمالك، وانك لم تكن ابدا في هذه الصفقة حتى وان تمت. طبعا يا كابتن. طبعا. خالص. وما ينفعش ان انا الف وادور بقرب نادي الزمالك، وان انا قريب من سياده المستشار وكل حاجه. الراجل صرح حتى ان هو حتى لو النادي الاهلي ما دخلش في مفاوضات او خلص موضوعه مع عبد الله السعيد هبتدي انا اخش. لكن والله كابتن شوبير انا ماليش علاقه اصلا بعبد الله السعيد، ماليش علاقه، لكن لو المستشار اداني اوردر ان انا اكلم عبد الله كنت قلت لحضرتك. رقم اتنين، هو محذر ان حد يخش في اي كلام في اي حاجه مع النادي الاهلي الفتره دي بالذات. فده برضو ده على لساني، خده لحضرتك يعني. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، وهرجع تاني زي ما كان معايا الاستاذ